هذا مسرح قرطاج الأثرية ينتظر صعود النجمة السورية فايا يونان. هنا في شارع الحبيب بورقيبة يبدو الجميع منتظرا الصوت الذي أطفأ قليلا من شوقهم إلى الشام. هكذا تظل سوريا في نظر هؤلاء درعا للأمة العربية وقلبها النابض. الحنين إلى الطرب والسلام جعل تذاكر الحفل تنفذ قبل أيام من هذا اللقاء. فايا الشابة الحلبية التي تسلب الألباب بجمالها الفينيقي أسرت العالم بصوتها عندما غنت لبلدها سوريا أغنيتها الأولى لبلادي عبر يوتيوب برفقة شقيقتها ريحان، لتغزو بعد ذلك أشهر المسارح العربية والعالمية. فمن رحم المعاناة يولد الإبداع. سوريا كانت موجودة بشكل كتير قوي، بالشكل اللي بيشبهنا، يعني بالشكل اللي هو الحالة الطبيعية، مش بالشيء اللي معبي التلفزيونات ومعبي الإعلام. رسائلها إلى بلدها عبر الألحان لم تختلف عن تلك التي تبعث بها عبر الكلمات. مش قادر تفهمني، بل كنا نحكي فيها. الجمهور التونسي الذواق للفن الراقي والمأخوذ بحب سوريا تفاعل مع المطربة السورية بين مزيج من الأغاني السورية والتونسية. حضور متنوع فاق التوقعات فاض به مسرح قرطاج الشهير حبا ودعما لسوريا. ان شاء الله نتمنى الخطوات هذه معناها ترجع العلاقات مع سوريا، نحن شعب واحد، نحن نحب سوريا. وفي يونان غنيت اغنيه للاطفال مساكين، اطفال هم ضحيه الارهاب وضحيه الحروب وضحيه الالم اللي تعيش فيه سوريا، ان شاء الله ينجيها. صوت فايا الذي يشدو للسلام في كل العالم يبعث بالدعم لكل من يرفضون الهمجية والدمار. أكيد أي مدينة أو أي شبر بينتصر على الإرهاب هو نصر لإلنا. نحن بظن كل الموجودين هون اليوم مؤمنين بالفكر، مؤمنين بالكلمة، مؤمنين إنه نحن أقوياء، مش يعني أقوياء من جوا بالأفكار اللي بنحملها وبالقيم الجميلة. فأي انتصار على الإرهاب هو انتصار للإنسانية وانتصار لبلادنا. لكن صوتها سيواصل الانتشار أينما حلت. محمد مبارك، الإخبارية السورية، تونس.